أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الوزراء يطلع من محافظ حضرموت على الخطوات المنفذة لحماية المصالح الاقتصادية الحيوية. التوقيع على مشروع إعادة تأهيل قصر صيئون التاريخي بتمويل سعودي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة يثمن التدخلات السعودية الحيوية في اليمن. محافظ حضرموت يطلع على احتياجات مديرية ساه، ويصدر تعميما لقرار تعيين عبد الرحمن بلفاس مديرا عاما لفرع شركة النفط بساحل حضرموت. افتتاح عيادة صحية مجانية بمطار صيئون الدولي تقدم خدمات صحية مجانية للمسافرين. ومن الإيجاز إلى التفصيل، أهلا بكم. استمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إلى أوضاع المحافظة في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية، وما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود للتعامل مع التحديات المستجدة وأوجه الدعم الحكومي المطلوب. واطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع محافظ حضرموت على الخطوات التي تم تنفيذها لحماية المصالح الاقتصادية الحيوية في المحافظة، وتداعيات استهداف ميليشيا الحوثي لميناء الضبة النفطي الذي يعد استهدافا للاقتصاد والشعب اليمني وتهديدا للملاحة الدولية وسوق الطاقة العالمي. وجدد الدكتور معين عبد الملك التأكيد على التزام الحكومة بحماية المصالح الحيوية للشعب اليمني، واتخاذ كل ما هو ضروري لتأمين الملاحة الدولية والحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي، وردع أي محاولات إرهابية تستهدف الأمن المحلي والإقليمي والدولي. دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع ترميم قصر صيئون بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بهدف المساهمة في دعم الحكومة اليمنية لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر. وخلال التدشين ثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني الجهود المبذولة في مشروع ترميم قصر صيئون، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التنموية المهمة، ومنها مستشفى عدن العام الذي سيتم افتتاحه رسميا خلال الفترة القريبة القادمة. وقال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد الجابر إن مشروع ترميم قصر صيئون الثقافي والتاريخي يهدف إلى حمايته كمعلم ومركز ثقافي في بيئة حضرية، الذي ستتم أعماله عبر أيد عاملة يمنية وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن وبدعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن. قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب إن التحدي الأكبر الذي تواجهه اليمن هو أزمة الغذاء، موضحا أنه تم تغطية الفجوة الحالية من أكتوبر إلى ديسمبر من الجانب الأمريكي، بينما ستواجه الحكومة التحدي الأكبر من بداية العام القادم. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير التخطيط بمدينة جنيف مع ممثلي ومدير مكتب الأوتشا بجنيف راميس لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وجهود مواجهة التحديات التي تواجههما والحلول المناسبة لها. وأكد باصهيب ضرورة دعم توجهات الحكومة في الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى التدخلات التنموية، وكذا إمكانية دعم تنفيذ أنشطة الخطة القطاعية لرفع مستوى التغذية في البلاد. أصدر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي تعميما لقرار وزير النفط والمعادن رقم 39 لسنة 2022 بشأن تعيين مدير عام جديد لشركة النفط بساحل حضرموت. وقضى القرار بتعيين عبد الرحمن عيضة سالمين بلفاس مديرا عاما لشركة توزيع المنتجات النفطية شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت. التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلا المدير العام لمديرية ساه مبارك عبد الله بن عبودان الجابري، واستمع المحافظ بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي إلى أوضاع مديرية ساه واحتياجاتها الضرورية. وجرى في اللقاء مناقشة سبل الدفع بتنفيذ مشروع طريق البلاد غيل عمر البالغ طوله 10 كيلومترات والمعتمد ضمن حصة المحافظة من مبيعات النفط ومبنى المجمع الحكومي وإنارة منطقة رسب،
واحتياجات المديرية في القطاع التعليمي. قال المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي إنه يجب إبقاء قوات الأمن والشرطة بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم سوى أعداء الوطن، مضيفا إنه على ثقة تامة أن رجال الأمن سيكونون عند وفائهم للقسم والشرف العسكري لحماية أمن الوطن. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للعميد المنهالي لمديرية الشحر للاطلاع على سير العمل في إدارة الأمن والشرطة والجهود المبذولة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار بالمديرية. وخلال الزيارة ألقى العميد المنهالي كلمة توجيهية أمام الضباط وصف الضباط وأفراد شرطة الشحر، حث فيها على ضرورة الضبط والربط الأمني والالتزام باللوائح المهنية وسرعة استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين وتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية من خلال ضبط المخالفين للنظام والقانون. وعقد العميد المنهالي اجتماعا ضم نائب المدير العام لمديرية الشحر مصبح البحسني ومدير الأمن بالمديرية العقيد عوض العوبثاني وضباط الأمن، ناقش فيه أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية. افتتح القائم بمهام وكيل وادي حضرموت هشام السعيدي عيادة صحية بمطار سيئون الدولي لتقديم خدمات صحية مجانية للمسافرين عبر المطار. وتعرف الوكيل السعيدي على ما تحتويه العيادة من أجهزة ومستلزمات وأدوية أساسية إضافة إلى الكوادر الصحية العاملة من أطباء وفنيين. وأعرب السعيدي عن أمله في تقديم خدمات طبية تجسد عمليا الاهتمام الرسمي بالمنافذ الجوية والبرية وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، وستمثل العيادة مركزا للكشف عن أي أوبئة أو أمراض خطيرة فضلا عن ما ستقدمه من خدمات طبية علاجية مجانية للمسافرين والقادمين عبر مطار سيئون الدولي باعتباره المنفذ الجوي الحيوي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. مطار سيئون هو يحظى بقبول كبير جدا على مستوى الجمهورية بشكل عام ويستقبل الكثير من المسافرين بشكل عام، لذلك هذه الخطوة ستكون لها وضع إيجابي وصحي كبير جدا، توفير الخدمات الأساسية وهو خدمة أساسية مجانية مقدمة من مكتب الصحة العامة والسكان. كل الشكر لهم وكل الشكر أيضا لمطار سيئون على هذا البادرة الطيبة وعلى هذا التعاون الجيد، وأيضا نشكر قيادة الشرطة الجوية في التي توفر الحماية الأمنية بشكل عام والجانب اللوجستي أيضا والأمني بشكل عام لهذا المطار. بدأت أنامل النور ترى القرآن الكريم بأحرف محفورة بالخط البارز بعد أن عجز المكفوفون عن قراءة القرآن بأيديهم واكتفوا في فترة سابقة بحفظ القرآن الكريم بالسماع والتلاوة من مقرئين ومشايخ ومسجلات الصوت، لكن الآن أصبح حلمهم حقيقة بتلمس أحرف القرآن وحفظه عبر طباعة نسخ من القرآن الكريم بلغة برايل في مدينة سيئون. المزيد في سياق التقرير التالي. لطالما راود الكفيف حلم قراءة القرآن الكريم كما يقرأه المبصرون دون استخدام آلة التسجيل، ولطالما تمنى أن يتلمس أحرف القرآن كما يتلمس حروف بعض الكتب والنصوص الأخرى كالمناهج وغيرها. واليوم ووسط بهجة كبيرة وفرحة غامرة يتحقق هذا الحلم وتتحول الأمنية إلى حقيقة. كثير من المكفوفين عندما يكف بصره يعني أعظم شيء يتحسر عليه وهو قراءة القرآن الكريم، لكن بحمد الله عز وجل وجدت هذه المصاحف بطريقة برايل، ففرح كثير من المكفوفين أنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل، ليس بينهم أي فرق بين المبصرين والكفيفين في قراءة القرآن الكريم، وهو نعمة من الله عز وجل أن يسر الله لهم هذه المصاحف بطريقة برايل ويقرؤون ويحفظون كذلك كتاب الله عز وجل. مطبعة الأمان بخط برايل استطاعت بفضل الله تعالى إخراج أول نسخة من المصحف الكريم إلى النور ليسهل على الكفيف التعامل مع كتاب الله تعالى قراءة وتلاوة وحفظا. نهيب أهل الخير، الجمعيات، المنظمات، كل من له دور في خدمة كتاب الله جل وعلا أن نهتم بهذه الشريحة ونوفر لهم هذا المصحف الكريم. اليوم دشنا في سيئون وإن شاء الله المرحلة الثانية تكون على مستوى أكبر من مديرية الوادي والصحراء، وربما نتجاوز حضرموت إلى المحافظات المجاورة. هذه المطبعة المباركة
سعت أيدي الخيرين إلى توفيرها ووقفها لطباعة ما يحتاجه الأكفاء من مطبوعات، وفي الأولوية كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية الشريفة. وكانت البداية بطباعة سورة البقرة وجزء عما وبعض السور الأخرى. أتى هذا الاقتراح بأنه يتم تجزئة هذا تجزئته على فئات عمرية، فئة الصغار جزء عم، وفئة الكبار سورة البقرة، والفئة المتوسطة أو من أراد بسور مختارة من القرآن الكريم. وحرصنا على أن تكون هذه السور وردت أحاديث في فضلها وفي أجرها، مثل سورة الكهف، سورة تبارك، سورة يعني سور مختارة، وآخر آيتين سورة البقرة وما إلى ذلك. نحن كسلطة محلية بالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد تم اعتماد 500,000 ريال للمرحلة الثانية لطباعة جزء من كتاب الله الكريم. وأيضا ناشدنا وطالبنا كل منظمات المجتمع المدني بأن يكونوا مساهمين في المرحلة الثانية من خلال مساهمتهم لكتاب كتاب الله الكريم، لنزيد من عدد الكتب هذه لتمكين أكثر عدد من المكفوفين في قراءة كتاب الله الكريم. وهكذا يصبح الجميع إخوة متحابين يساند بعضهم بعضا لتدور عجلة التنمية بالاتجاه الصحيح، ويسهم الجميع في بناء الإنسان وقيادة المجتمع وصناعة الحياة. نظم عدد من أهالي منطقة العيون وضواحيها من مناطق الهضبة وقفة احتجاجية بغيل باوزير للمطالبة بعدد من المطالب التي وصفوها بالمشروعة. وطالب الأهالي في الوقفة باستكمال خط النقعة كثيبة العيون وبناء المركز الصحي للمنطقة، ورفض تحويل النسب المخصصة للمنطقة إلى منطقة أخرى. كذلك رفعوا لافتات تطالب بالمساواة في إعطاء الوظائف، أن يكون للمنطقة مندوب في كل دائرة حكومية، كون منطقة العيون والهضبة تمثل مساحة جغرافية واسعة في مديرية غيل باوزير. وتأتي الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بجملة من الحقوق التي يصفها الأهالي بالضرورية، ويقولون إنها لم تنفذ رغم وجود توجيهات حكومية سابقة. وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حجر أساس لمشروع إنشاء مدرسة الفقيد الدكتور علوي مبلغ للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية جعار بمحافظة أبين بإشراف من الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن. وأشاد محافظ أبين أبو بكر حسين بدور البرنامج في تأسيس هذا المشروع التعليمي الذي سيساهم في حل الكثير من المشاكل المدرسية بالمحافظة. ويتكون المشروع من بناء 12 فصلا دراسيا مع المرافق والمستلزمات التعليمية كافة. والآن ننتقل لأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يطلع من محافظ حضرموت على الخطوات المنفذة لحماية المصالح الاقتصادية الحيوية. التوقيع على مشروع إعادة تأهيل قصر صيون التاريخي بتمويل سعودي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة يثمن التدخلات السعودية الحيوية في اليمن. محافظ حضرموت يطلع على احتياجات مديرية ساه ويصدر تعميما لقرار تعيين عبد الرحمن بلفاس مديرا عاما لفرع شركة النفط بساحل حضرموت. افتتاح عيادة صحية مجانية بمطار سيئون الدولي تقدم خدمات صحية مجانية للمسافرين. في ختام النشرة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. دمتم في أمان الله.